طبعا بعيدا بقى عن يعني الرؤيه الفنيه او التحليل لمباراه الامس، برضو من الامور اللي كانت ملفته اكيد للانتباه في المباراه حرص كل اللاعبين لعيبه الاهلي وطلائع الجيش على الوقوف دقيقه حدادا على روح سياده المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله عليه قبل انطلاق المباراه. ارتدى لاعبو الفريقين شارات سوداء وفقا للاجراءات التنظيميه اللي اعلن عنها اتحاد الكره قبل انطلاق المباراه، وكان النادي الاهلي كان تلقى خطاب من الاتحاد المصري لكره القدم ليفيد بالغاء اي مظاهر احتفاليه في بطوله السوبر المصري وارتداء شارات سوداء لكل اللاعبين لاعبي الفريقين على ان تقتصر المراسم على تسليم الكاس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفرقتين. طبعا يعني كلنا اكيد في حاله حزن على وفاه واحد من قادة اكتوبر، هو قائد مخلص لهذا الوطن والحقيقه ساهم وبمنتهى القوه والفعاليه في انقاذ البلاد من الانهيار في وقت من الاوقات. الاهلي طبعا كان نعى امبارح رحيل سياده المشير طنطاوي، ربنا يتغمده بواسع رحمته، وطبعا مصر في حاله حداد.